استدعت فرنسا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجلسة استجواب اليوم في فرنسا، وتسلمت النيابة العامة التمييزية في لبنان استنابة من السلطات القضائية الفرنسية، تطلب فيها إبلاغ سلامة بمذكرة استدعائه للمثول أمام القضاء الفرنسي للتحقيق في ملف قضائي مستقل منفصل عن التحقيقات التي تجريها في بيروت بالاشتراك مع وفود أوروبية أخرى، ويتعلق التحقيق بشبهة جمع سلامة أصول مالية وثروات كبيرة في أوروبا تشمل أموالا وعقارات. للمزيد من التعليق والمتابعة ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد أهلا بك معنا، ضعنا في تفاصيل هذا الاستدعاء ومدى تأثيره على الساحة اللبنانية اليوم. تحياتي لك في البداية من العاصمة بيروت. بالفعل كان حاكم مصرف لبنان مستدعى أمام القضاء الفرنسي، وكان من المقرر مثوله اليوم أمام قاضية التحقيق الفرنسية التي تجري تحقيقات تتعلق بقضايا فساد مالي وتبييض أموال ربما مشتبه فيها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ولكن كما كان متوقعا لم يمثل اليوم أمام القضاء الأوروبي، وذلك لأنه لم يتبلغ بالاستنابة القضائية أو بالاستدعاء، لأن جهات التحقيق القضائية اللبنانية حاولت إبلاغه بالمثول أمام القضاء الفرنسي 4 مرات، ولكن في المرات الأربع لم يتمكن القضاء الفرنسي من الاستدلال على مقر إقامة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وبالتالي لم يبلغ بهذه الاستنابة القضائية. ولكن فريقه القانوني تقدم بالأمس بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان يطالب فيها بتعليق التحقيقات الأوروبية وتحديدا التحقيقات الفرنسية التي تجرى في الخارج، في وخصوصا أنه يخضع لتحقيقات محلية داخل الدولة اللبنانية في ذات القضايا المتعلقة بتبييض أموال وفساد مالي، ولم تصدر النيابة العامة حتى الآن موقفها من هذا الطلب الذي تقدم به الفريق القانوني لحاكم مصرف لبنان بالأمس. ولكن الواقع اليوم أن عدم حضوره للتحقيق الفرنسي ربما يدعو إلى تصعيد في خطوات مقبلة من القضاء الفرنسي، وخصوصا أن سلامة قد خضع في شهر مارس الماضي لجلستي تحقيق أمام ذات القضية التي طلبت استدعاءه في فرنسا. نعم. ولكن الجلستين اللتين خضع لهما سلامة كان في العاصمة اللبنانية بيروت وبإشراف القضاء اللبناني، واستمرت التحقيقات مدة طويلة كشاهد في هذه القضايا، وبالتالي ربما كان هذا دافعا لحاكم مصرف لبنان لعدم المثول أو لطلب عدم المثول أمام القضاء الأوروبي، لأنه قال كل ما لديه في هذه الجلسات. نعم أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، شكرا لك لهذه التفاصيل، وبالتأكيد هناك تفاصيل أكثر سنستمعها منك في مناسبات أخرى، شكرا لك.